يساعد رفقاءه في الخط الأمامي. في وسط ميدان الكرة يصارع نصر المنتخب التونسي مع فرجان الساسي، يغير تماما الجهة اليسرى لعلي معلول، والتغطية الدفاعية من أحمد فتحي تسترجع تونسية. لمساكني الكرة في العمق قديمة، تاني ظهور ليه بعد ما نزل كبديل، عايز يلعب كرة عرضية ولكن بترتطم وتوصل لكهربا، ودي مروان جول 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 جول. صابري رحيل يلعب الكرة وسط الميدان عن طريق النني، يمشي النني لفتحي، أحمد فتحي في كرة طويلة تضيع كرة من اليسار لمين، كرة ترجع مرة أخرى للفريق المصري، فماش تصاعد وفهم الهدف الأول. الهدف يحب يشوط شيخاوي ولكن الدفاع المصري متفطن بامتياز. ملا غلطة ملا غلطة، وناطر ناطري خارج كرة، وابي الخصري وفرصة كبيرة، وهدف التعادل هدف التعادل. شيخة طاري بالخبرات والوهبي بالمهارات، الوهبي يا عصام الخزري او الحضري يمشي بالكره، وهبي الخزري حطاله، الله ما شاء الله تبارك الله الله الله. توتسي علي معلول، فخر الدين بن يوسف ثنائي نادي سفاقسي، ورايعه ويعدي فخر الدين ويسدد جول حطاله. ردوا على الهجمات المصرية، شوف بقى هي دي الاختراقات، مفيش تسلل، لسه بنقول عليها ومش ممكن يا ولد يا حكاية. وجول 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 وجول، الهدف الأول سجله اللاعب، يرفع الكورة يرفع الكورة تاني بيده ويكون الهدف الأول، الهدف الأول عن لاعب توتنهام، كانت مخالفة مخالفة من طارق السيد. ويأتي هدف التعادل، يأتي هدف التعادل جميل جدا من هيكل المندية. مرة أخرى ليس هناك تسلل، ينطلق سيلفا دو سانتوس، سيلفا دو سانتوس ينطلق ينطلق، تحذير تحذير، تأتي الكرة تأتي الكرة، والهدف الثاني الهدف الثاني لسار هيكل المندية. يتألق ويتجمل أحباك رضا حدود واحد ولعب كرة عرضية وتفوت، يلا يا راجل حط جول جميل 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 جميل. اتضع حاسم بالجزاء للمنتخب التونسي في 21 دقيقة الآن، ضرب الجزاء ترك ثابت بعد كرة ممتازة هاوين هي عادة زبير بيا، وترك ثابت يعرقل داخل مناطق الجزاء والحكم يعلن عن ضربة جزاء. المنتخب التونسي ألان سارس يخرج كل اللاعبين من الدائرة تخطط 18 متر ومناطق الجزاء، وخالد بدرة يترك